سلام يا رسول الله. أخذنا مقدمة لدراسة متن القواعد الأربع. Aloitaisimme ees sanasta sellellä raamatulla eli pahireglit. نتكلم الآن في القسم الأول من هذا المتن المبارك في مقدمة هذا الكتاب. Nyt räägimme sellä raamattu ensimmäisestä osasta ees sanasta. المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى الدعاء للطالب والدعاء للقارئ من يقرأ هذا الكتاب. نعم. Sellässä ees sanassa mainis sellä raamattu auttar palvusta oppilastelle ja sellä raamattu lukajalle. ومن الدعاء ذكر أن الله سبحانه وتعالى يتولى القارئ يعني يكون من أولياء الله. نعم. يتولى أولياء الله سبحانه وتعالى هم الذين يعني آمنوا وكانوا يتقون. بتسيس اكس بالفه ميدا اوتر سلاس. عندنا أولياء الرحمن وأولياء الشيطان قسمين. في أناس يكونهم ينصرهم الله سبحانه وتعالى. نعم. اتن ان ني مسد كده يومال ايتب كيس ان نكو يومال قايت سال يا ساوتر بالوس سيسلس ايس سناس ات نند لوك نت لوكايات يا ابيلاس اتلاكس نند اولكس وأناس يخذلهم الشيطان يكونوا تبع للشيطان. يا ان تيس سورت ني مسد كيس تيني مت ساتن كده ساتن سايت. نعم. فالذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويتقي الله سبحانه وتعالى هذا من أولياء الرحمن. Ja see, kes on Jumala kartlik ja teenib Jumalat, nemad on siis need Jumala kaitse all olevad inimesed, kes keda Jumal toetab. والذي لا إيمان ولا مخافة ولا تقوى من الله سبحانه وتعالى يكون من أولياء الشيطان. Ja need inimesed, kellel ei ole üldse Jumala kartlikust ja usku, need on siis need, kes on saatana pool. أن الله سبحانه وتعالى يختار أناس ينصرهم ويعليهم الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يخاف ولا يحزن. نعم. Et Jumal valib teatud inimesed, keda ta kaitseb ja kes ei pea tundma kartust ega kurvastust. نعم. من هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى؟ Ja kes on need inimesed, kellel on nii usk kui ka Jumala kartlikus. عرفنا الإيمان فيما تقدم. Ja imaanist juba rääkisime varem. والتقوى هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله حاجز ووقاية بفعل الأوامر واجتناب المحرمات. نعم. يا تقوى كمال كارتلكوس تهندب تبتعد يعني عن المحرمات. نعم. تهندب تجمست ات بن مير عند يا يمال كاريسوس وهل يا سدا ده نما دت كيت دا يرجع دا يمال كاسك هيدا دا سلس بستان كيلان. نعم. ذكر هنا المؤلف رحمه الله تعالى أشياء ثلاثة هي عنوان السعادة أو أسباب السعادة. الإنسان إذا أراد أن يكون سعيدا يأتي بهذه الأشياء الثلاث. يا سيس ماي زاوتر كولما بهيست مس تواد انيمسل أن أنه إذا جاءته نعمة شكر هذه النعمة وعلم أنها من الله وقام بشكرها. نعم. إت كويدا ما يرد انيمسل تلا مين كوينيستوس سيس تا تنا بيمالا تسلاست. يشكرها بقلبه يعتقد أنها من الله. تنب تدعم سدامس وسكرس تسيت اليمن ويشكر بلسانه يعني يحمد الله عليها تنادس تدا سولزلت ويشكرها بجوارحه يعني يصرف هذه النعمة في شكر المنعم المتفضل يا تنب تدعم يزمت كسرت تدا أنستس تدا تدا تما تنامسكس. نعم. والثاني أنه إذا ابتلي أصابته مصيبة يصبر. نعم. ولا يتسخط. Teine põhjus on see, et kui teda tabab mingi õnnetus, katastroof, mingi raske asi, siis ta on kannatlik. والثالث إذا أذنب استغفر. Ja kolmandaks, kui ta võinimelt teeb patu, siis ta palub andestust. فهذه أسباب السعادة. Ja need on õnne põhjused. ولو ننظر في أحوال الناس نجد أن الناس لا يخرجوا عن هذه الثلاث أشياء. Ja kui vaatame erinevad inimesi, siis on tavaliselt leiame, et nad on selles. إما سراء نعمة. سراء. يعني يسر ويفرح يكون سعيدا. نعم. اتيني من كس نتكس ان انا لكن رموز انستس او ضراء او معصيه وي يعني مصيبه وي وي تدان طبعا نود مينجي كاتاستروفي انتس وي دان باتوستا. فالسعيد تنظر له في حال النعم تجد شاكر لله سبحانه وتعالى. يا زي كس ان لك سيس سيني من اون كاتانوليك يمال الله. وعند المصيبه صابر. يا رسكت الأجدل عند قناتلك. وعند المعصية مستغفر. يا بتبهز بلوبت براستاندستست.
والله أعلم.